صباح الخير من طنجة. اليوم الجمعة 25 من ديسمبر 2020، حاليا التوقيت بالضبط ما يمكن تواجدوا في سينما بريطانيا، توقيت 8:52، التوقيت المحلي هي 7:52 توقيت غرينتش. مازال مجموعة ديال الناس كيستعملوه، أو مازال الساعة ديالهم مضبوطة على توقيت غرينتش. هذه زنقة شارع مكسيك، خلينا على اليسار، وقيل هذه البداية ديال زنقة المتنبي. وشارع مكسيك هو هذا. فاصل صوري معجزه بولفار باستور، ساحة فرنسا، قنصلة فرنسية. على السمرة كيفاش كتصبح معايا. هذا مسرح سيرفانتيس، عدة اتفاقيات وقعت من أجل إصلاحه وتجديده من أول وفتحه للعموم، ولكن باقي ما كاين والو. هذه زنقة أنوال اللي كتجي من عقبة بلايا إلى باستور. غنهبطو عبر زنقة أنوال شارع الحرية، مشيت فين، غنشوفو زنقة أنوال. دابا هادي حديقة ديال السور معجزين، ولا حديقة ما والو.
ما نعرفوش كذلك مسجلة في المحافظة على أساس أنها منطقة خضراء حديقة أو منطقة فارغة فقط، كما كيقولوا بعض الأحيان ملي كيوصلوا المسائل النزاع في المحاكم. حديقة موسخة بزاف وما تقدرش تريح فيها أبدا. البناء كله يعود للفترة الدولية، غالبية البناء هنا البناء الإسباني، وكاين حتى الهندسة الألمانية الهندسة الإنجليزية وحتى الفرنسية، ولكن أكثر الغالب هذا راه حومة إسبانيولا، سطح حومة إسبانيولا إذا كان هو محسوب على الحي الإسباني وسربانتيس. زنقة الجبهة الوطنية اللي كتمشي كتخرج بولفاردو باستور وملتقى باستور وشارع محمد الخامس فندق رامبرام. زنقة أنويل، وصلنا إلى متحف إلى مسرح سافانتيس، مازال هو يتهاوى كيطيح حجرة حجرة. تياترو سافانتيس 1913. قيصرية سافانتيس قيصرية كبيرة، ولكن البناء شوية باب ميريكان. باب ميريكان هذا السور المدينة القديمة، هذا هو الحدود ديال الحيط. ندير واحد الجولة قصيرة إذا نجحنا فيها، لأن فيها الأشغال ديال الترميم منازل المدينة القديمة وأزقتها كذلك. ندوزو على المفوضية الأمريكية، هي أول بناية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية خارج حدودها. كاين فيديو كنت دورت واحد الزيارة للمتحف المفوضة الأمريكية في شهر جوج. توقيت
للحماد بن يدر سلقة القيواق سلقة القاضي التمساماني وقيل جيت معالي الله علم أيه جيت معالي سلقة سلقة الطواحين سلقة القاضي التمساماني قلنا هذه الحومة ميدر راكت حيدت من هذه الجهة طاحت ولا شي حاجة غنخرجوا لزنقة الصياغين ليسانس دخان زنقة الشيخ الحراق
نرجعوا. خرجوا من هذا المستنقع حقيقة، نفس المدخل اللي دخلت منه خرج منه. إصلاح بزاف هذا الشيء ما نقدرش نصور. المهم ما التقطته لي استطيع ان التقطه الكاميرا. الزنقات التجارية الزاوية المصيرية نحاول الخروج من هنا، نطلع القصبة بعدها على الأقل. رجعت وقيلا المكان نفس المكان. نحاول نخرج نطلع القصر وحده. هذا ضجيج، هذا الله يرزق الصبر الناس اللي ساكنين هنا، مقدرش نستحملو غير دابا. عندك تكون مستودع الزنقة هادي. زنقات الفقيه العبادي وريح ابن بطوطة في اتجاه، مشيو عبر الضريح
وعبارة عن بيت صغير ابن بطوطة. شوف الظاهر ابن بطوطة حالي انتجو دابا الكازا كابيتول الفقيه العبادي. مسار ضريح ابن بطوطة. مسار ضريح ابن بطوطة. ياك ما خليت الضريح الله ما عقلتش عليه فينا واحد شويه. هذا هو الضريح ديال ابن بطوطة. هاد اللوحة عاد درت شريدها ماشي ما كانش هنا. اذا اللغات اللي كاين مكتوب بها هاد الكتابة يمكن تقراو هذا الشيء. كيهتم بتاريخ الرحالة ابن بطوطة. اسمع لي كاين كرناضة تنخير فاس مراكش طنبوكتو تونس وما تبقى. اذا نستأنف في السير. هذه هي الباب ديال الضريح تما اصلاحها من جديد. كانت واحد الباب خرب هنا راه عندي في واحد الفيديو اخر تليق بعدا بالضريح ديال ابن بطوطة رغم ان المكان ضيق بزاف. وكان السيد اللي كيفتح هاد الضريح هو ما كيجيش يوم الجمعة. كان وضع اللوحة ديالو هنايا بالنسبة للناس اللي خصهم يجيو يزورو الضريح. هادا جوج نوافذ وقيلا ولا شنو على عيين. بعدا رجع بعدا الإنارة كاين هنايا كطوي على هاد البلاك. إنارة أخرى ثانية إنارة أخرى ثالثة كطوي على هاد الضريح ابن بطوطة. من هنا نقدر نطلعوا للقصبة عبر هبطوا شوية لتحت وندورو نطلعوا للقصبة نطلعوا القصر بالريسول الأميرة باربارا. دخلت في ممتلكات الناس حول ولا قوة الا بالله. طريقة اخرى تم حتى هي ما كايناش. اذا نبقاو محاصرين ضريح ابن بطوطة. دابا فهمت الخريطة. ما بانتش الخريطة مازال محاصرين بين زقة أسوار منازل قرب ضريح ابن بطوطة. نشوفوا هذا المسار. إذن هذه هي طريق الفقيه العبادي اللي جيت منه ونرجع فيه.
كل الطرق كتخرج لاتجاهات مختلفة، ما عندك فين تلف. حلقة الباشا جنان القبطان كنتواجدو فيه حاليا في اتجاه القصبة. صيدلية باب البحار، باب البحار، باب العصا. هذه باب العصا. هذا مكان كان يدوز السجناء فايديهم في القصبة، وهنا كانوا يضربوهم بالسياط. هذا المكان كاين متحف القصبة، كاين هذه محكمة كانت تابعة محكمة آنذاك، وكان هذا سجن القصبة اللي مازال مغلق إلى يومنا هذا. كان مسجد النساء مستمر هذا السجن خدام إلى لا يعود إلى قرون قديمة بزاف، استمر إلى عهد الفترة الدولية، والأرشيف ديالو ما كاينش متلوف. هذا متحف القصبة، متحف القصبة. كاين مسجد القصبة، غنوصلو عندو وغادي نرجعو للتاريخ ديالو. قديم كذلك بزاف. هذه اللوحة ديال جامع القصبة، وهي عقب تحرير مدينة طنجة من يد الإنجليز سنة 1095 هجرية، لأن كان كل التاريخ المغربي كيوثق الهجري الموافق ل 1694، وأعيد فتحه يوم الجمعة. المهم اللوحة قراوها، ما عنديش نجد باش نقراو نشد الكاميرا. وكاين مساجد أخرى حتى هي تعود للفترة القرن السادس عشر، بينهم مسجد الجامع كبير. مسجد القصبة مسجد صغير، كنت عندي له في زيارة صغيرة مصور. مسجد القصبة راه جالس في متحف القصبة، جزء من المتحف. ونخرجوا هذا المكان، هذه كله تعود القرن السادس عشر. دابا نحن مازال في داخل أسوار المدينة القديمة، وكاين القصر. نشوفوا اللوحة ديالو دابا، الأسماء كنساوهم. إذن هذه الباب ديال السجن القصبة كبير، ساحة المشوار التي تحولت إلى موقف للسيارات، ساحة التي لا لو
كذلك بالحياة هي على اليسار نشوفوا هذه اللوحة هنا يا عينا منصورها البون ديال زاوية الشيخ محمد بن الصديق دوزنا حداها ساحة أمراح كذلك دوزنا ضريح سيدي بغيسول اللي جا حدا فين صورنا الصيدلية حدا بالبحر زنقة سيدي بغيسول ضريح سيدي حسني ساحة وضع حرضان دوزنا منها ودنا هذا القصر الباشا الريفي أحمد الباشا أحمد الريفي باب حاحة هي هنايا واه شكون هو السيد صافي يا خي صافي قلت لك تخربق هذا شني زعما كيفك نخرجوا من هذا المكان تعطلناه الله يسخر تعطلناه واقفين بزاف هنا إذن باب مرشان اتجاه مرشان
زنقة أمراح زنقة عين الدالية الزاوية الصديقية خلينا هنا في هذا المكان وصلنا الى الطريق ديال دار البارود في اتجاه جامع كبير وفندق كونتينينتال هذا الجدار ديالو على اليسار اذا هذا هو التكلفه كنشوف بزاف الاصفار مده الانجاز 3 اشهر تاريخ بدايه 5/6/2020 حنا دابا في شهر 12 يعني 6 شهور مكتب دراسات LGTD مختبر مكتب مراقبة الأشغال المقاولة الشركاء وزارة إعداد التراب الوطني والطعام والإسكان وسياسة المدينة جهة طنجة تطوان جماعة طنجة وكالة الإنعاش وتنمية الأقاليم الشمال دابا كاين هنا غير 7 ثواني ديال القران اللي مسجل من هاد القهوه اكيد يوتيوب غادي يمنعك هاد الصوت يقول لك راه تم تحفيظ حقوق الملكيه الفكريه لشركه كذا وكذا اذا هادو هما الابواب سير اسمح لي كنوثقوا هاد المدينه القديمه والاصلاحات اللي كترى فيها شكرا اطلال عبر هذا الباب باب الديوانه هي تحت هنا دابا في المرسى مازال داخلين في الأسوار المدينة القديمة
هذه احدى الابواب ديال باب ديوانو. هذا الفرشو زلطة دار الدباغ على اليسار. مدافع الأمسترونغ، ساحة برج الحجوي. كنزور دائما واحد الأستاذ هنايا الفنون التشكيلية، أستاذ الحقيقة يستحق. هاد كوفيد حرمنا من عدة لقاءات مع أصدقاء أشخاص، مدفع الأمسترونغ آخر. تروج أمريكان. إذا غادي نرجع وقيلة حتى السوق برا. يستغلوا هاد الساحة بعدا اللي كانت موسخة بزاف، شطر راه موسخة بال تمناو ان المجموعة الحضارية والبلدية تسهر على نظافة او مراقبة هذا المكان، لا غيعود بالمنفعة للناس اللي غتريح والناس اللي غتشتغل في هذا المكان. اذا غنبقاو في جدار سور قديم. هذا المكان كامل منعدم النظافة، ما فيهاش بتاتا. موسخ بزاف، موسخ موسخ. نتمنوا يحافظوا على النظافة في هذا المكان على الدوام. إذا عدنا إلى
مدخل باب المفوضية الأمريكية. زنقة البرتغال ثم زنقة أمريكا الجنوبية. شارع الحرية. شارع الحرية ثم ساحة 9 أبريل. السوق برا.
كنيسة القصة أنقر الصور ديالها ونحبسو ما نزيدوش. إذن هذه الكنيسة ديال قيس أندرو هنا دفن والتر هاريس سنة 1933. كان صحفي بريطاني الجنسية. وصلنا إلى هذه المراكز التابعة لوزارة الثقافة وأمامهم مباشرة إعدادية محمد الخامس ونافورة أو حديقة الإنجليز. هذا شارع إنجلترا. تم ترميم هذه النافورة اللي كانت أين السقوط. هذا البناية تبعين جهات الثقافة المديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة. وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة. في مسرح، قاعة الندوات، قاعة مقر حزب العدالة والتنمية الذي وقع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، اللي هو الحقيقة مرفوض ككيان غاصب لأرض فلسطين. غيطردوا الناس من المنازل ديالهم، من المزارع ديالهم، يسكنوا فيهم بعض الاشخاص اللي استقدموا من دول عده، اوروبا الغربيه والشرقيه، امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه، واستراليا، وبعض الدول اللي يجمعوا واحد عدد الاشخاص، ناس اسمهم اسم ديني اسرائيلي. هذا شارع انجلترا. مازال كنتكلموا عن النظافه او من الاماكن كيبقاو يتركوا هايدا موسخين. شارع انجلترا تلقانا على اليسار واليمين شارع المكسيك. هذه البداية ديال شارع المكسيك. إذا ناخذوا واحد الكاس الماء أو عصير. شارع المكسيك.
الصباح العصير سيترون. إذن هنا كانت سينما لوكس حدا هاد ستاسيون. غازوال 8.74 مزكين هنايا سينما لوكس. ارجع مرتاريا خرجنا في زنقة أوروغواي ثم نخرجوا في شارع فاس أو رجعوا بمصلى على اليمين. باقي في حي مصلى شارع فاس
الشارع ابن طمرت مودي الى مقر الولايه والحي الاداري. هذا الجانب هذا الى حدود هذا غنبقى فين نوصل فيه بزاف ديال المحلات التجاريه، لعده محلات كمواد البناء انتقلوا الى جهه اخرى الى طرق كبيره شي حاجه، لان اصبحت الامور ضيقه هنا لا باش تدخل او باش تفاركي ولا شي حاجه، ولكن مازال كيحتفظوا الناس بال المراكز ديالهم هنا وعندهم محلات في اتجاه اخر. تصلوا شيل هنا كاين بين واضح الاثمنه في اسعار 8 دراهم و 74 المازوت نهار هذا اليوم يوم 25 ديسمبر 2020 و 9 دراهم و 850 ديال ليسونس 11:20 دقيقة بالتوقيت المحلي، 10:20 بالتوقيت غرينتش. إذن ساحة بئر نزران وني هذا المقطع في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
لا 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 لا